ننتقل واحد محور اخير. نعم. سيد نقيب، وايضا انت يعني الملصق الوطني للقطاع المحامي الاتحاديا، انتخبت مؤخرا وقمتم بعدد من المحطات سواء التكوينيه وايضا التنظيميه اخيره ديال مراكش. يعني كيف ممكن، شنو البرنامج ديالك حول اعاده الاشعال هذا القطاع ديال المحامي الاتحادي لحزب الاتحاد الاشتراكي؟ نعم، قطاع المحامي الاتحادي هو واحد القطاع عريق، يعني العمر ديالو عقود من الزمان، ومروا منه أسماء كبيرة اللي تحملت مسؤوليات في البلاد في مستويات مختلفة، واللي كان المساهمة الفكرية ديالهم مساهمة كبيرة، والمساهمة المهنية مساهمات كبيرة، والتواجد ديالهم اليومي وسط الزميلات والزملاء تواجد مهم. لذلك وأنا أتحمل المسؤولية الوطنية لهذا القطاع، وأحس بهذا الثقل وبهذا الرمزية اللي عند هذا القطاع، وحاول دائما خلال هذه المرحلة اللي توليت فيها هذه المهمة، وهي قصيرة لا تتجاوز السنة، وفي هذه المسؤولية اللي تحملت في المؤتمر الأخير في الأسبوع الأخير أيضا، أن حاس بهذا الثقل هذا، وكيفاش أننا نحافظ القطاع على هذه المكانة دياله من جهة، وأننا يعني نتكيفوا مع هذه الأوضاع الجديدة اللي ما كانتش في السابق، بالمشاكل ديالها، بالإيجابيات ديالها، بالسلبيات في العلاقة بالمؤسسات إلى غير ذلك. ولكن ايضا الطموح ديالنا هو هذه الاوضاع المهنيه ديالنا الان اللي هي صعبه، صعيب ان شي جهه معينه هي بوحدها تحلها، سواء كانت هيئه او جمعيه هيئه المحامي المغرب او قطاع من القطاعات، ولهذا يجب تكاتف جميع الجهود من اجل حل حالات هذه الاوضاع. ولهذا نبذل مجهودا مع القطاعات الحزبيه ديال المحامين في الاحزاب الاخرى، وأبذلوا مجهودا في هذا الباب باش حتى هذه القطاعات أنها يعني نلقاو أواصر تواصل بيننا باش يمكن أننا نساهموا إلى جانب باقي المؤسسات اللي هي الهيئة. شنو هي الأهمية ديال هاد القطاعات المهنية ديال المحامي في الأحزاب؟ ملي كنقولوا قطاع ديال المحامين ديال واحد الحزب معين، معناه أن حزب أنه قطاع منظم، وأنه تيطرح الدفاع على قضايا المهنة طبعا من موقعه هو، ولكن في النهاية مع مختلف هذه الأحزاب تبقى الشأن المهني هو الأساس. صحيح كل واحد يطرحه من موقع معين، ولكن المداخل له والآليات والعلاقات ما يعني متنوعة. ما لم أتمكن من أنني نديره من داخل مكتب جمعية هيئة المحامين أو من داخل الهيئة ديالي، يمكن واحد الزميل في واحد الحزب معين يمكن يديره، يمكن يسهل التواصل، يسهل حل بعض المشاكل كذا، يترافع أيضا نعم في منصات أخرى. نعم، في منصات أخرى من أجل دائما خدمة الشأن المهني، هذا هو الأهمية. المهنة اليوم في حاجة كما قلت لها التعدد ديال الرؤى والأفكار، ومحتاجة لرؤية شمولية. المشاكل ديال المهنة اليوم هي كما قلت معقدة ومتعددة، وهي جزء من هذا البنية اللي احنا الآن كنعيشوها، اللي انعكست فيها كثير من الأمور متعلقة بالتكوين، بالثقافة، بهذه وسائل التواصل اللي الآن مؤثرة في الحياة العامة. هذا الشيء كله انعكس على المهنة، هذه الأعداد الكبيرة اللي كتدخل يعني اللي كتوفد على المهنة في ظروف ما كيناش فيها بنية استقبالية حقيقية، في ظل للأسف القوانين اللي كتصدر اللي يعني بشكل واضح كتقلص الاختصاصات ديال المحامين، وكتزيد يعني امكانيه الولوج ديال الاعداد كبيره للمهنه، باعتبار كنشتغلوا بامتحان ماشي بمباراه. نعم. كيدخلوا اعداد كبيره للمهنه وكنقلصوا الاختصاص ديالهم، وما كاينش المسطره المدنيه، وما كاينش بنيات استقباليه، بنية استقبالية للتكوين، العمل، التمرير، كذا كذا. هذا الشيء كله تيعطي واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كتنعكس على المحامين ككل. هذا الشيء كله كي يعني بأننا محتاجين في المستقبل، في ابتداء من الولاية المقبلة، إلى معالجة الشأن المهني برؤية شمولية، ما كان نقتصرش فيها على العلاقه مع الوزير او العلاقه مع السلطه القضائيه، او لا، هي رؤيه فيها كل شيء. هذا الشيء ما يمكنش نحلوا المشاكل من المجتمع، تماما من المجتمع، ولكن من الشركاء ديالنا خاصه الطبيعيين. يعني ما يمكنش حنا نحلوا المشاكل ديالنا بلا ما تكون عندنا علاقه طيبه مع السلطه القضائيه اطلاقا. ما يمكنش نحلوا المشاكل ديالنا والمهنه تطور وحنا ما عندناش حوار مستمر مع وزاره العدل. هذا الشيء ماشي غير لمصلحتنا حنا، لا،
هذه البنيه ديال الدوله هكذا. نعم. لان المحامين تيسيروا واحد الشان اللي هو شان عام، ولكن بطريقه يعني الدوله عطات المحامين يسيروا هذا الشان، ولكن راه تقدموا خدمه عامه. نعم. ايضا هذا الشيء ديال التكوين، ديال يعني خص المعهد ديال التكوين، الطريقه باش كيولجوا، البنيه الاستقباليه، الاتعاب، القوانين، الحصانه، واحد المجموعه ديال الامور، الضريبه، واحد المجموعه ديال الامور اللي خصنا رؤيه شموليه لها بمعيه هذا العدد من الشركاء، باش يمكن ان المهنه، لانها راه تتاثر، راه القضاء والعداله دائما كنقولوا بانها تطير بجناحين، ما يمكنش تصوروا بان العداله يمكن تقدم. نعم. وجناح اساسي اللي هو الدفاع نقدروا انا سميته بانه كثير، يعني او على الاقل يكاد يصل الى هذه المرحله، يعني في المشاكل ديالو تم التخلي عنه، تم التخلي عنه، ولهذا يؤثر على العداله. حتى ولو الدستور دار السلطه القضائيه سلطه مستقله، منحها كثير من الامكانات القانونيه والماديه الى غير ذلك، وهي كتقوم بالمهام ديالها وتتطور بشكل كبير، سواء في التكوين سواء في عدد من الامور، ولكن مقابل هذا المحامين العكس، الوضع ديالهم تراجع بشكل كبير. هذا بالتاكيد سينعكس على العمليه القضائيه، ولهذا المفروض عدم التخلي على هذا القطاع، وضرورة التعاون بين الأطراف كلها هي في إطار الحوار. نعم. وفي إطار التشاركية اللي هي الآن بدأ دستوري. نعم. ملي كنتكلموا على هاد القطاعات ديال المحامين الحزبية، شنو الأثر ديالها على المجالس وعلى الانتخابات؟ وحنا عايشين انتخابات. لا ما عندهاش. ما في القطاع ديال المحامين الاتحادي واش كتدعموا مثلا شي مرشح لا ولا؟ لا لا ما عندهاش مطلقا، يعني الصفة الحزبية لا تأثير لها على الانتخابات المهنية مطلقا، لأن الانتخابات هي مهنية. صحيح أنني أنا نكون منتمي لواحد الحزب معين، ولكن القضايا اللي كيطرح واحد الزميل يمكن يكون في حزب يعني آخر، يعني الخلف الحزبية مش محدد الانتخابات المهنية، غير مؤثرة نهائيا، غير مؤثرة، والمحامين ما كيراعيوهاش، وفعلا هي ما كتراعش، لأن المحامين تيشوفوا المرشح الأصلح للدفاع عن القضايا المهنية وتسير يعني الجيد لشأنهم المهني بغض النظر عن انتمائه. وانت تعلم بأن كثير من رؤساء جمعيات المحامين بالمغرب والنقباء تكونوا منتميين لأحزاب، ماشي هي الأحزاب الكبيرة في المغرب، ولكن تيوصلوا يعني نعم بالآلية الانتخابية، لأن المحامين كيشوفوا فيه، ما تيشوفوا الصفة الحزبية ديالهم. ننتقلوا واحد المحور آخر. نعم. تكلمت عليه سيد نقيب، هو أنه ملي كنتكلموا على قطاع المحامين الاتحادي بطبيعة الحال يترافع من أجل المهنة. نعم. ونحن ايضا في واحد النقاش الان للمجتمع اللي هو مراجعه مدونه الاسره. نعم. مثلا انتم في قطاع ديال المحامين الاتحاديين، واش كاين شي تصور لهذا الامر هذا؟ نعم طبعا، هنا القطاع يكون مع التصور الحزبي، الحزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه عنده تصور لمدونه الاسره، وكي ناضل منذ سنين طويله ان تكون مدونه منصفه لكل مكونات الاسره، وخاصه للمرأة. والتصريحات في هذا الباب والكتابات الى غير ذلك وفي البرنامج، ويكفي انني نذكر بان الكوطة اللي كانت راه كانت في العهد ديال في الحكومه التناوب، بان حكومه التناوب اعطت واحد الدفع كبير في الاستيوزار وفي العدد من المهام وفي المؤسسات الدستوريه الى غير ذلك، كان لعب الاتحاد الشراكي دور كبير في هذا الجانب. هذا الشيء كله جزء من التصور ديال الحزب المجتمع. الحزب لا يتصور أن يكون المجتمع مجتمعا حداثيا وبنية الدولة بنية ديمقراطية بدون إشراك واسع للمرأة، وهذه من المبادئ الكبيرة ديال الحزب. قطاع المحامين اليوم تيساهم في هذه الدينامية، في هذا التصور ديال الحزب، سواء في المذكرة اللي قدم في الأسبوع الماضي أمام اللجنة المكلفة بالمراجعة، أو اللي غيتطرح الموضوع على البرلمان، سيلعب القطاع المحامين الاتحاديين دورا في إجراء التعديلات المناسبة لهذا الأمر. نعم. سيد نقيب علال بصراوي، وأنت نقيب هيئة المحامين بخريبة، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، كنتم معنا في هذا الحلقة من برنامج ضيف وقضية، إلى اللقاء ومرحبا.